هنعمل مع بعض التمرية أو علبة التمر، هنعملها بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. مكملين مع بعض لزينة رمضان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض التمرية أو علبة التمر. كل اللي هنحتاجه، هنحتاج علبتين تلاجة أو علبتين كرتون المتوفر عندك، علبتين تلاجة، واحدة كبيرة وواحدة أصغر منها، يعني الحجمين اللي ورا بعض على طول، وقماش خيامية، والمقص، ومسدس الشمع اللي هنلزق بيه. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هغلف علب التلاجة اللي معايا أو العلب الكرتون، هغلفهم بقماش الخيامية جوه وبره. بسم الله. هغلفهم دايرين داير، وبعدين الزيادات هدخلها من جوه. والزيادة هدخلها من جوه، هغلفها وبعدين هوريها لكم. خلاص كسيت العلبة دايرين داير من بره، هدخل الزيادة اهو. وهلزقها من جوه. خلاص دخلت الزيادة من جوه ولزقتها، هغلفها برضو من جوه. خلاص غلفتها من جوه ومن بره اهو زي ما انتوا شايفين. هغلف العلبة الصغيرة، هغلفها من بره بس. غلفتها من بره بس ودخلت الزيادة من جوه، وهغلفها من تحت، هلزق عليها. خلاص غلفتها من تحت اهو زي ما انتوا شايفين. بقى معايا العلبتين متغلفين. دلوقتي هزينهم دايرين داير بالفرنشة. هلزق عليهم الفرنشة دايرين داير. خلاص زينت العلبتين بالفرنشة زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال. هلزق العلبة الكبيرة على العلبة الصغيرة. هقلب العلبة الصغيرة كده وهلزق عليها العلبة الكبيرة. بسم الله. هلزقها في النص بالظبط وهضغط عليها. شايفين الجمال؟ بعد ما لزقت العلبتين على بعض معايا شكل من اشكال رمضان، فنانيس، اي اشكال موجودة عندك. ده كرتون مقوى ماكيت، هلزقه كده في النص عشان يدي شكل. شايفين الجمال؟ بعد ما لزقته هحط تمر بقى في العلبة وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي التمرية بعد ما خلصت، بصوا شكلها جميل وتحفة ازاي. لو عجبتكم فكرة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.